السلام عليكم. ثعبان ضخم أرسله الله داخل الكعبة ليحمي كنزها 500 عام، ثم اختفى. فماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين اختفى؟ ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو، فالدال على الخير كفاعله. زعموا أن في الكعبة ثعبان أسود مرعبا رآه الناس بأعينهم، وصفوه بأنه أسود وبطنه أبيض، وقالوا أن له رأسا مثل رأس الجدي، وزعموا كذلك أن الثعبان قد بعثه الله تعالى داخل الكعبة ليحمي كنز الكعبة الذي سيخرج في آخر الزمان. وقيل أن هناك شيئا وجده الناس تحت الكعبة، وعندما حاولوا رؤيته اهتزت مكة بأكملها وأصبحت في أرضها كالزلزال. فهذا الحلقة مليئة بالعجائب والغرائب التي ربما تسمعها لأول مرة، وسنترك لكم مصادر القصة في وصف الفيديو. إن الكعبة هي أول بيت بني على وجه الأرض، يقال أن الملائكة هم أول من بنوا الكعبة، وقيل أن آدم عليه السلام هو الذي بني الكعبة بعد أن هبطه الله عز وجل إلى الأرض من الجنة، وأن هذا البلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة. وقيل كان البيت الحرام معظما قبل الأرض بالغي سنة، ولم تقفوا على صحة هذا مشاهدين الكرام. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قيل أن الله عز وجل بعث جبريل عليه السلام إلى آدم وحواء عليهما السلام، فقال لهما: ابني لي بيتا. فخط لهما جبريل عليه السلام، جعل آدم يحضره وحواء تنقله حتى أجابه الماء، نودي من تحته: حسبك يا آدم. فلما بنيه أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به، وقيل له: أنت أول الناس وهذا أول بيت. ثم تناسخ القرون حتى حجه نوح، ثم تناسخ القرون حتى رفع إبراهيم القواعد منها، وقيل حج آدم عليه السلام فلقيته الملائكة فقالوا: بر نسكك يا آدم، لقد حجزنا قبلك بالغي عاما. وظل البشر يعظمون الكعبة ويطوفون حولها حتى جاء عهد نوح عليه السلام، وانتشر أول شرك بين الناس ونسي البشر الكعبة، فأنزل الله عز وجل عذابه بقوم نوح وأغرق الأرض بأكملها، فلم يبقى على وجه الأرض شيء حتى الكعبة، لم يبقى منها إلا قواعد مدفونة تحت تربة حمراء. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ زوجته هاجر وولده الرضيع إسماعيل عليه السلام، ويذهب بهما إلى واد قاحل مهجور في جزيرة العرب ليس فيها حياة، وأن يضعهما في هذا الوادي ويتركهما. فقالت زوجته: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وبعد سنين عاد نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى زوجته وابنه عليهما السلام، فوجد الوادي مليئا بالماء والبشر، وأن قبيلة تسكن هذا الوادي تسمى جرهم، ووالده إسماعيل قد تزوج منهما. فكانت قبيلة جرهم عائدة من الشام، وتعلم أن هذا الوادي ليس فيه حياة ولا ماء، فوجد الطيور تتجمع والحيوانات، فنظروا من فوق الجبال فنادوا وقالوا: لمن الماء؟ فقالت هاجر: الماء لي. فاستأذنتها
فأذن لهم هاجر، وكان هذا الوادي في مكة المكرمة عند الكعبة، وكانت جرهم أول من سكنت مكة، وأنجب إسماعيل ولده نابت ابن إسماعيل عليهما السلام. فأوحى الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد الكعبة، فقال إبراهيم عليه السلام لوالده: يا بني، إن الله يأمرنا أن أرفع قواعد الكعبة، وأشار على مكانها، وقيل كانت تربة حمراء، فأتم بناءها ولم تكن بهذا الشكل الآن. وحفر إبراهيم عليه السلام داخل الكعبة حفرة من جهة اليمين، وجاء جبريل عليه السلام إليهما وعلمهما مناسك الحج. قال جبريل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام: أعرفت مناسك الحج؟ فقال إبراهيم عليه السلام: نعم. فسمي هذا المكان بعرفة، وأمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج. فصعد إبراهيم عليه السلام على الجبال ونادى بأعلى صوت، قال: أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيب ربكم. قيل: سمع جميع من في الأرض، انسها وجنها. ومات إبراهيم عليه السلام، وأصبح خلفته من بعده إسماعيل عليه السلام. قيل أنه بعد أن توفي إسماعيل وولده نابت عليهما السلام، طمعت جرهم في الحكم، وطمعت أنها تستولي على مكة، فقامت بالسيف وأخذت مكة بالقوة، فأصبحت جرهم تحكم مكة كلها، وكانوا يدعون بالحج ويقيمون الشعائر. وبعد فترة بدأ يقل إيمانهم ويفسدون في الأرض، وبدأ يظهر الظلم ويقل فيهم المصلحون، فانتهك حدود الله عز وجل ومحارمه، حتى أن الكعبة بيت الله الحرام لم تسلم منهم، حتى أن الرجل كان يختلي بالمرأة بجوف الكعبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قيل أنهم صاروا فجرا، تعدوا حدود الله عز وجل، وأحدث أشياء عظيمة، وأقاموا على الحافرة التي حفرها إبراهيم عليه السلام داخل الكعبة، أحد يحرسها، ولكن حاول هذا الرجل سرقة كنز الكعبة كما قيل، فنزل إلى الحفرة وملأ ثوبه من الذهب والفضة، فإذا بحجر يسقط من الكعبة ويغلق الحفرة عليها، فظل يسرق حتى أخرجوه من الحفرة وأعادوا الأموال إليها مرة أخرى. قيل: فجاء الرجال ليروا ما حدث للكعبة من الداخل، فزعم بعض من روى هذه الحادثة أن الناس تفاجأوا بثعبان أسود عظيم داخل الكعبة، وقيل أن بطنه بيضاء ورأسه كرأس الجدي، وظل الثعبان يحرس الكعبة. وحسب هذه الرواية التي لم نقف على صحتها مشاهدينا، فأرسل الله عز وجل عليهما قبيلة حاربتهم وقاتلت وأخرجتها من مكة غصبا عنهم، وكانت هذه القبيلة من خزاعة اليمنية. وبعد أن هزمت جرهم، قامت خزاعة بدفن ماء زمزم حتى تصبح مكة مهجورة ولا حياة فيها، وقيل استولت خزاعة على مكة ولم تستطيع أن تدخل داخل الكعبة بسبب الثعبان الضخم، وجلس فيها 500 سنة حسب هذه الرواية. وقيل زلت خزاعة في مكة سنين طويلة، وكانت على التوحيد، على ملة إبراهيم عليه السلام. وقيل كان بين خزاعة رجل خبيث يقال له عمرو بن لحية الخزاعي، كان سيد من ساداتهم، وكانت خزاعة تقدسه حتى اعتقدوا أن كلامه دين، فحرف في دين إبراهيم وأدخل فيه البدع، فكان يسير على رحلته في الحج يلبي تلبية إبراهيم عليه السلام، إذ بشيخ نجدي شاب شعره وكأن غريب الوجه يطوف بجانب عمرو بن لحية، كان هذا الشيخ يضاهي ويصحى في التلبية بأعلى صوت،
فبدأ عمرو بن لحي يقرر كلامه، فقال الشيخ النجدي: لبيك اللهم لبيك. فقال: أين لحي؟ وراءه: لبيك اللهم لبيك. فقال الشيخ النجدي: فقال الشيخ النجدي: ألا شريك هو لك. فسكت الجميع ولم يقرروا كلامه. فنظر إليه ابن لحي وقال: ما هذا؟ وقال: ما هذا؟ فقال الشيخ النجدي وهو يلعب بكلامه: ألا شريك هو لك، تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. فقال ابن لحي: لا أرى بأسا بكلامه، هو شريك الله يملكه ما خرجنا من الحنفية والتوحيد. وبدأوا يلبون خلف عمرو بن لحي. وكان الشيخ النجدي مسرورا، لأنه كما قيل كان إبليس الذي لعنه الله عز وجل وقد تشكل على هيئة رجل. وبدأ عمرو بن لحي يبحث عن هذا الشريك لله عز وجل، حتى أنه خرج خارج مكة يبحث عنها، وعاد بالأصنام إلى مكة وقال: هذا هو الشريك. وقيل أن عمرو بن لحي أول من جاء بالأصنام إلى الكعبة المشرفة وأدخلها داخل الكعبة، وبدأ يحرف دين الله عز وجل وأظهر الكفر والشرك والبدع. فانقسم المشركون إلى طائفتين: طائفة الحلة وطائفة الحمص. وكانت طائفة الحلة من خارج مكة يطوفون بالكعبة وهم عرايا ليس عليهم أي شيء يسترهم، وكانوا يقولون: لا نطوف بالبيت بملابس عصينا الله بها. فكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء تطوف بالليل عرايا، وكانوا يضعون أيديهم على عورتهم ويرددون ويقولون: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدأ منه فما أحله. أما طائفة الحمص فكانوا من أهل مكة وكانوا متشدين وأدخلوا البدعة، فإذا أحرم حرموا على أنفسهم الظل، فكانوا يجلسون في الشمس، فقد حرموا على أنفسهم بعض أنواع الأكل، وظلت خزاع 500 عام حتى أصبح حول الكعبة صنما ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي 360. النهاية. عزيز المشاهد، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم على المتابعة أعزائي الكرام.